أهمية تحقيق التوحيد وتكميله، وهذه مرتبة عليا من مراتب التوحيد، أن يحقق التوحيد وأن يكمل ليكون محققه ومكمله ممن يدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث، حديث ابن عباس وغيره، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمته، وذكر أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قيل لما خاض الصحابة فيهم قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فمقام تحقيق التوحيد مقام عظيم، وتحقيق التوحيد هو تتميمه وتكميله وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الأمور الثلاثة يسميها العلماء العوائق، لأنها تعوق السائر في طريقه وتعثره في سيره، فيحتاج ليكون من محقق التوحيد أن يتخطى هذه العوائق وأن يتجاوزها ليتم توحيده وليكمل إيمانه وليكون ممن يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب.